لا قدر الله اذا لا قدر الله الاهلي خسر ماتش يوم 15 ديسمبر ده، هيرجع على القاهره ومن القاهره هيسافر على الجزائر. ليه؟ لان هيكون عنده ماتش مع شباب بلوزداد بدل يوم 19 تتلعب المباراه يا 20 يا 21 ديسمبر، مش هتتاجل لبعد كاس الامم. ده قرار نهائي بخصوص موعد مباراه شباب بلوزداد، وهتتوقف هذه المباراه على نتيجه مباراه الاهلي واتحاد جده. على فكره بعد مباراه بلوزداد لو اتلعبت يوم 21 او 22 ديسمبر، الاهلي هيطلع بعدها على الامارات العربيه المتحده، عنده بطوله السوبر للانديه الابطال مع بيراميدز وفيوتشر وسيراميكا في الفتره من 24 ل 28 ديسمبر في مدينه العين على استاد هزاع بن زايد. طيب دي كل التفاصيل الخاصه باستعدادات الاهلي في الفتره اللي جايه. طيب مران الاهلي واللي بدا منذ حوالي نصف ساعه، نروح بسرعه وعلى الهواء مباشره مع الزميل العزيز فاروق صلاح موفق قناه الاهلي، موجود حاليا في ملعب مختار التتش بالجزيره. فاروق مساء الفل. برحب بيك يا محمد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. طبعا هكون معاك يا محمد ومع كل مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي، بنحط الجماهير وندخلهم في الصوره في اخر استعدادات النادي الاهلي طبعا للمواجهه القادمه ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا، مواجهه مدياما الغاني، المواجهه اللي بينتظرها الجميع ان شاء الله، بدايه مشوار دور المجموعات للنادي الاهلي ان شاء الله تكون ضربه موفقه وبدايه موفقه باذن الله للنادي الاهلي. طيب فاروق، اول حاجه عايز اطمن على اليو ديانج، المفروض كان عنده مباراه بالامس مع منتخب مالي، ما لعبش المباراه على حد معلوماتي، هل وصل القاهره؟ هل النهارده كان موجود في التدريب؟ دي جزئيه. الجزئيه الثانيه عايز اطمن على معلول، يلحق ماتش مدياما ولا لسه؟ وابرز الاخبار والكواليس بالتاكيد اللي عندك، لان انت اكيد عندك تفاصيل وكواليس مهمه جدا من التدريب. يعني يا محمد خليني اخد من كلامك واتكلم بالتحديد في البدايه على علي معلول. خليني اقول لك ان علي معلول اللي بطمنك ان شاء الله يكون جاهزيته ان شاء الله لمباراه مدياما الغاني، من المقرر غدا بمشيئه الله هيكون اجراء اشاعه اخيره لعلي معلول عقب الاشاعه ان شاء الله، يعني ان شاء الله نتيجتها تكون ايجابيه باذن الله. من المقرر ان هو يكون موجود في تدريبات النادي الاهلي يوم الخميس. خليني اقول لك ان يعني برضو ان النادي الاهلي غدا هيكون راحه من التدريبات، فباذن الله غدا هيتم اجراء اشاعه اخيره لعلي معلول، من ثم ان شاء الله يوم الخميس تكون ان شاء الله علي معلول جاهز في التدريبات الجماعيه، ان شاء الله يكون من العناصر المهمه جدا في مباراه الاهلي ومدياما الغاني. بالنسبه مش هتكلم على ديانج بس يا محمد، هتكلم ايضا على اللعيبه الدوليين للنادي الاهلي، من يعني مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي قرر انه يمنح كل اللاعبين الدوليين العائدين اجازه اليوم من التدريبات، وزي ما قلنا يعني الغدا هتكون ايضا راحه لكل الفريق، اذا يعني مستر مارسيل كولر فضل انه يدي وقت راحه كافي للاعبين نظرا لل الدوليين خاضت لقائين دوليين في فتره قصيره جدا، ففضل مستر كولر ان هم يريحهم النهارده من التدريبات طبعا بالاضافه للغد اللي هيكون اجازه، ومن المنتظر اكتمال كل صفوف النادي الاهلي ان شاء الله يوم الخميس القادم في اذن الله في تدريبات النادي الاهلي، عوده كافه اللاعبين الدوليين اللي هيكونوا ان شاء الله موجودين مع النادي الاهلي بدءا من التدريبات يوم الخميس القادم باذن الله. في هذا الاطار يا محمد عايز اقول لك ان في هذه الاثناء النهارده مستر كولر بيعمل يعني مباراه وديه ما بين فريق النادي الاهلي وفريق مواليد 2003، فريق شباب النادي الاهلي، عامل يعني ميكس ما بين اللاعبين فريقين، فريق بالرداء الاحمر وفريق بالرداء الاسود او القميص الاسود للنادي الاهلي، يعني في هذه الاثناء يعني خلاص يعني دقايق وهتنطلق هذه المباراه الوديه ما بين اللاعبين، في عناصر في فريق الشباب بالنادي الاهلي مستر كولر طبعا بيطمن عليها وعايز انه يحطها في الصوره، كافه اللاعبين الموجودين مع اللعيبه الموجوده. عايز برضه محمد ان انا اطمنك على جاهزيه عمرو السوليه ومحمود متولي خلاص لمباراه مدياما. في الوقت اللي انا بكلمك فيه عمرو السوليه بيشارك في المباراه الوديه من البدايه، محمود متولي ايضا بيشارك في المباراه الوديه من البدايه، باكد لك جاهزيه عمرو السوليه وعودته اضافه قويه جدا لخط وسط النادي الاهلي ولفريق النادي الاهلي، ايضا لمحمود عوده محمود متولي اضافه قويه جدا لخط دفاع النادي الاهلي. برضه في نفس الاطار يا محمد عايز اطمنك على رضا سليم، يعني رضا سليم بالامس واليوم بدا مرحله مهمه في البرنامج التاهيلي بالجري حول الملعب، طبعا من المقرر ايضا انه هيجري اشاعه خلال يعني ال 24 ساعه القادمه طبعا للوقوف والاطمئنان على الامور الخاصه باصابه اللاعب رضا سليم، لكن يعني رضا كان ليه معاه لحظات كده وهو بيجري، يعني الابتسامه والثقه اللي عند رضا سليم ان شاء الله مع حاله الجديه اللي عنده في التزامه بالبرنامج التاهيلي ان شاء الله تعجل من عودته ويكون عودته قويه جدا لفريق النادي الاهلي. الاجواء مهمه جدا يا محمد، التركيز اللي عند اللاعبين ان شاء الله يكون مردوده في مباراه مدياما باذن الله، وتكون ضربه البدايه زي ما قلنا في مشوار النادي الاهلي الافريقي. طيب فاروق، في احد الحراس الصاعدين من قطاع الناشئين، يمكن الشناوي كان في المنتخب الاول، حمزه علاء
مع المنتخب الاولمبي. لو تكلمني برضو لو في لعيبه صاعدين موجودين في التدريب، مين الابرز اللي كان مثلا بيتدرب مع مصطفى مخلوف ومع مصطفى شوبير كمان بخلاف ال 2003، لو في حد موجود مطعم مع الفريق الاول في المباراه الوديه؟ يعني خليني اقول لك يا محمد ان يعني الحارس الثالث المنضم للنادي الاهلي هو حارس فريق المواليد 2003 اللي هو اللاعب طارق حسن تيتو، طبعا بالاضافه لوجود الكابتن او الكابتن مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف معاهم طارق حسن تيتو، ده حارس من الحراس المميزين جدا في فريق النادي الاهلي. ايضا موجود عبد الرحمن رشدان وده قلب دفاع فريق شباب النادي الاهلي، موجود اللاعب احمد اشرف وده ظهير ايسر في فريق شباب النادي الاهلي بيلعب في مركز الظهير الايسر ومركز الجناح الايسر، وبالمناسبه هو شقيق اللاعب محمد اشرف لاعب النادي الاهلي والمعار لفريق زد. موجود ايضا اللاعب علي نادر شوقي وده واحد من اللعيبه اللي بتلعب في خط الهجوم ومركز الجناحين الجناح الهجومي والايسر، موجود اللاعب الطعيمه، موجود اللاعب مصطفى ابو الخير، موجود اللاعب مازن اسامه ده مركز الظهير الايسر، موجود اللاعب ابراهيم عبد الحكيم ده بيلعب في مركز قلب الدفاع، موجود اللاعب سمير محمد وده يعني من هدافي فريق شباب النادي الاهلي وهو قائد خط هجوم فريق النادي الاهلي. تقدر تقول يا محمد دي اغلب العناصر اللي موجوده من فريق شباب النادي الاهلي، في امر بيقتصر فقط على لاعبي فريق ال 2003 في النادي الاهلي، كلهم عناصر مهمه جدا، عناصر مميزه في فريق النادي الاهلي، طبعا نتمنى لهم ان شاء الله يظهروا بمظهر جيد. اعتقد البروفا النهارده والمباراه الوديه أكيد. احتكاك قوي جدا مع اللاعبين. طيب. يعني انا في الوقت اللي انا بكلمك فيه خلاص ابتدت المباراه. طب اتفضل طيب. سريعا اخر سؤال عشان وقتنا، طاهر محمد طاهر اعتقد ممكن ما لحقش ماتش ميديامه، يمكن ما اتمرنش امبارح والنهارده، يعني تطمنا عليه؟ يعني نقطة مهمة جدا يا محمد أثرتها بالنسبة لطارق، وكان عمل جلسة كان شعر بإجهاد بسيط، يعني اطمنا من خلال الدكتور أحمد جاب الله شعر بإجهاد بسيط، النهاردة كان بيعمل يعني بالجري حوالين الملعب ويستكمل البرنامج التأهيلي. من المقرر أيضا يعني إن شاء الله يكون في إشاعة أخيرة غدا لطارق محمد طاهر على إثر هذه الإشاعة إن شاء الله. خليني يعني أكد لك برضو جاهزيته إن شاء الله هيكون موجود في التدريبات الجماعية لفريق النادي الأهلي يوم الخميس بإذن الله. تقدر تقول يعني إن شاء الله والحمد لله بإذن الله لعيبة النادي الأهلي بدون إصابات إن شاء الله، الأمور تكتمل على خير، باكد لك جاهزيته ان شاء الله كافه اللاعبين تكون موجوده في التدريب يوم الخميس القادم باذن الله. زميلنا فاروق صلاح موفد قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات.